في عناوين النشرة: الحريري من شتورة، أنا أغنى سياسي في لبنان. أنا سعد رفيق الحريري أغنى سياسي بلبنان، لأنه أنتوا أهلي وأنتوا ربعي وأنتوا عشيرتي. الفان رقم 4 مرهون لخوات المختار. تدفع اشتراك موقف وفي اليوم تدفع 6 دولار. اشتراك موقف 100 دولار. في ذكرى مجزرة إهدن، فرنجية سامحة سياسياً ودينياً. اللي عم يجربوا يلغونا كتير صغار، بقى ما تعتلهم، ما تعتلهم. مساء الخير. البلاد معلقة على موعدين: أربعاء الحكومة وجمعة مجلس النواب، وما بينهما يتمرجح حبل الفراغ حول الدولة، حكومة ومجلسا ومؤسسات. وفي رصد حركة القانون انتشرت عوارض التفاؤل الشديد اللهجة، وخطف رئيس الحكومة زيارة حث إلى قصر بعبدة، مؤكدا أنه يجب الانتهاء من قانون الانتخاب قبل جلسة الحكومة. لقاء عون الحريري كان في حديقة القصر، حيث أحيط بالرئيسين جو من خضرة المكان، وتداول الطرفان القانون على الواقف حينا ومشيا على الأقدام حينا آخر، ولكن لم يتفوق أحد على إيجابية نائب جورج عدوان الذي سيحمل القانون اسمه. وهو أكد في اتصال مع الجديد أن القانون سيقر الأربعاء، وأعطى نسبة 98% لهذا التوجه، ولم يعد هناك من إمكانية للتردد لأن الوقت أصبح ضاغطا. وشرح عدوان بأن العقد المتبقية لا تؤثر على إقرار القانون، أما الخلاف على الصوت التفضيلي وما إذا كان على مستوى الدائرة أم سينحصر بالقضاء، فهذا سوف يترك نقطة لاستمزاج الرأي. أمام حزمة التفاؤل هذه ستصبح البلاد على قانون، لكن الأمور مرهونة بالنيات السياسية التي عودت اللبنانيين على دفق الإيجابيات وانتزعت القرار في اللحظات الأخيرة. بالإمكان أن نصدق عدوان، وهو أثبت دينامية وحراكا قاد إلى هذا الإنجاز، إنما ماذا عن قلق رأس الكنيسة؟ وما الذي يدفع بسيد بكركي إلى وضع الشك في موازاة اليقين؟ حيث أمل البطريرك الراعي اليوم بألا يصل الأمر بالسياسيين وعن سابق تصميم أو بنتيجة حتمية إلى أحد الشرين، التمديد المفتوح أو الفراغ في المجلس النيابي، وكلاهما مرفوضان ومدانان أشد الإدانة. ويشك بكركي يظل هاجسا لدى اللبنانيين الذين جربوا المجرب وراهنوا على الانتخابات فحصدوا تمديدين اثنين، واليوم فإن الفراغ يطل كاحتمال لم يسقط. لكن ووفقا لمصادر سياسية مشاركة في البحث عن القانون، فقد أبلغ وزراء حزب الله وحركة أمل الاجتماعات الانتخابية المغلقة بأن الاستقالة من الحكومة ستقع حالما يقع الفراغ في هذا الإطار. رأى وزير المال علي حسن خليل اليوم أنه إذا وصلنا إلى الفراغ فلا يكون في مجلس النواب فحسب، بل سنشهد فراغا على مستوى الدولة ومؤسساتها من الحكومة إلى كل المواقع. والقانون باللهجة الإهدنية هو مفصل على قياس أشخاص خائفين. وقال زعيم المرد النائب سليمان فرنجية في ذكرى اغتيال عائلته إن الأفرقاء الذين اتفقوا اليوم هم أنفسهم انقلبوا على بكركي، وأضاف إن المسيحيين جربوهم ودفعوا أثمانا، مرة إهدن ومرة صفرة ومرة شرق صيدا، وقال حاسبوهم مرة ماذا فعلوا، 100,000 شهيد، نصفهم من المسيحيين راحوا عائدين هول.
ورأى أن مشكلتهم ليست مع التطرف الإسلامي، إنما مع الاعتدال المسيحي وكمن يتوجه إلى التحالفات المسيحية اليوم. قال فرنجي: من حاول إلغاءنا سابقاً كانوا كبار، أما الذي يجرب إلغاءنا اليوم فهم من الصغار وما تعتلهم. رئيس الحكومة سعد الحريري يشير إلى تعرضه وتيار المستقبل لاغتيال سياسي، وفي خلال إفطار لتنسيقيات المستقبل في البقاع الغربي وعرسال الهرمل يعد بتطوير البنى التحتية والخدماتية في المنطقة. بعد البقاع الأوسط كانت محطة رئيس الحكومة سعد الحريري الثانية في البقاع الغربي، حيث أقامت منسقيتا البقاع الغربي راشية وعرسال الهرمل في تيار المستقبل حفل إفطار رمضاني في شتورة. الحريري افتتح كلمته بين مناصريه ونواب البقاع الغربي بشكر أهالي المنطقة لدفاعهم عن العيش المشترك ومشروع الدولة والاعتدال، مجددا تأكيده أن التسويات هي لمصلحة البلد وأن البطولة ليست في المزايدات. أنا سعد رفيق الحريري أغنى سياسي بلبنان، أنا أغنى واحد لأنه أنتوا أهلي وأنتوا ربعي وأنتوا عشيرتي، أنا أغنى واحد بمحبتكم بثقتكم بوقفتكم معي، هيدي العملة الحقيقية والوحيدة يلي بتنقاس فيها ثروة. لا للمحكمة الدولية نتخلى عنها، ولا مشروع الدولة وحقها الحصري بالسلاح تخلينا عنه، ولا وقوفنا مع الشعب السوري بوجه النظام القاتل تخلينا عنه. وفي هذه المناسبة استذكر الحريري الشهيد النائب وليد عيدو الذي صدف ذكراه في هذا اليوم. هذه المسيرة تعرضت لكثير من الاغتيالات، ويمكن هالأيام عم تتعرض لاغتيال سياسي من نوع انه بفبركوا اخبار علي او على التيار ولا على مين مكان، وصاير الوفا بالسياسة وخاصة اللي كانوا معنا وخاصة من التيار، وانتم بتعرفوا عن مين عم بحكي. الناس نحن بنقول لهم الله يوفقهم باللي عم يعملوه، ولكن رفيق الحريري علمنا شغلة واحدة هي الوفا والصدق وعدم الكذب. رئيس الحكومة تحدث بإسهاب عن المشاريع الإنمائية المنوي إقامتها للمنطقة، معلنا أن أول قرار في مجلس الوزراء سيكون دفع تعويضات بقيمة 10 مليارات ليرة لمزارعي عرسال. وكان الحريري قد التقى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في قصر بعبدة، وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الراهنة ونتائج الاتصالات للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية. وبعد اللقاء الذي استمر ساعة ونصف الساعة، اكتفى الرئيس الحريري بالقول إن أجواء اللقاء مع الرئيس عون إيجابية، ويجب إنجاز قانون جديد للانتخابات في أسرع وقت ممكن. وردا على سؤال عن صياغة القانون، أجاب الحريري: يجب الانتهاء من صياغة القانون قبل جلسة مجلس الوزراء. رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي قال في ذكرى مجزرة إهدن: باقون على مبادئنا، وهم انقلبوا على بكركي وعلى ما اتفقنا عليه في بكركي. في الذكرى 39 لمجزرة إهدن سامح المردة سياسيا ودينيا، لكنه تمسك بمعركة مواجهة كل من حاول إلغاءه وأخفق. اللي كانوا من 39 سنة جربوا يلغونا كانوا قوية، كانوا كبار، وانتم بتعرفوا انه كانوا كبار وكانوا عظماء، وصلوا الى اعلى المراكز بالدولة. اليوم اللي عم يجربوا يلغونا كتير صغار، بقى ما تعتلوا همون. حتى من 39 سنة لحد اليوم نحن بنفتخر انه بعدنا بنحكي نفس اللغة السياسية، انه بعدنا على نفس المبادئ. بعدين شهدائنا بيطلعوا فينا وبيلاقونا انه نحن عم نحكي اللي استشهدوا كرماله.
كلمة فرنجي المكتوبة لضبط انفعالاته لن تثنيه عن إرسال رسائل سياسية إلى الخصوم السياسيين. الشخص هو اللي بيعمل المركز، هو اللي بيقوي المركز، مش المركز يلي بيقوي الشخص مثل ما عم تشوفوا اليوم يلي مقويين حالهم بالمراكز وعم بتمرجلوا على العالم. سامحنا ببكركة، سامحنا بالسياسة، وسامحنا بالدين. هن انقلبوا على بكركة، انقلبوا على شو اتفقنا ببكركة، وبلشوا عخوفهم، بلشوا من خوفهم يفصلوا وينين عايسوا. مين وصلنا على الطائف؟ مين وصلنا على كل الاقصار اللي حطيناها؟ بيجوا يقولوا لنا من سنة 90 ل 2005 شو عملتوا؟ جربنا نلملم يلي روحتوه من سنة 80 لسنة 90، هذا اللي جربنا نعمله. نحن اليوم عم نحيي ذكرى انتاج مخلصي المسيحية. هون اللي بيدعيوا خلاص المسيحية، نحن اليوم انتم اليوم هون موجودين بذكرى من انتاجه. هذا اللي هذا خلاص المسيحية. مشكلتهم منا مع التطرف الإسلامي. انتم بتعرفوا انه بيقولوا لكم مشكلتنا التطرف جاي علينا، مشكلتهم منا مع التطرف الإسلامي. فعلا مشكلتهم مع الاعتدال المسيحي، مشكلتهم منا مع التطرف الإسلامي. أما الانتخابات فمقبلة وتيار المردة على استعداد لخوض المعركة مع حلفاء ثابتين. نحن هون رح نبقى هون فيكم ومعكم. الانتخابات جاية رح يكون لنا مرشحين ونكون داعمين لأصدقاء وحلفاء. كل حليف بنتمنى ينجح قبلنا. نحن هذا نحن منا من النوع يلي بيقعد بحارب حلفائه حتى باللوايح يلي قاعد فيها. نحن بنبدي حلفائنا علينا. تحالفاتنا دائما كانت ثابته مثل قناعاتنا، نحن ما بنغير قناعاتنا، حلفائنا حلفائنا. اقسامنا بنقدر نختلف بالسياسه، بنقدر نتفق، بس حلفائنا كانوا حلفائنا، ما بنطلع الا من اللي بيطلع منا. بعد 4 عقود على مجزره اهدن، المرده يتحدثون باللغه السياسيه نفسها، يحفظون الحلفاء ويمدون الايدي الى الخصوم، اما رئيس التيار فيتوجه الى الجميع قائلا: من يريدنا يعرف العنوان. البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وفي قداس لمناسبة تكريس لبنان لقلب مريم الطاهر في اليوبيل المئوي لظهورات فاطمة أكد أن لبنان مهدد في كيانه وشعبه وأرضه بأزمات سياسية واجتماعية، فيما المسؤولون منهمكون في حساباتهم الخاصة. فمع تقديرنا لكل الجهود المخلصة وتمنياتنا بالنجاح، نأمل ألا نصل إلى ما لا يريده أحد من تمديد مفتوح للمجلس النيابي أو فراغ فيه، وكلاهما شران كبيران مرفوضان. رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أكد أن البلد تحت علاج سياسي حقيقي، إما ننجح فيه أو نفشل، والعلاج هو صحة التمثيل. بمقاربة طبية فيزيائية شرح الوزير جبران باسيل قانون الانتخابات في العشاء السنوي الثاني لهيئة المعالجين الفيزيائيين في التيار الوطني الحر، معتبرا أن إنجاز قانون 15 دائرة وفق النظام النسبي هي خطوة في مسار صحة التمثيل وعدالته. ونحن اليوم خطونا خطوة كبيرة متقدمة بتحسين التمثيل، إنما منا كافي. مثل واحد عم بتعالجه فيزيائيا بده 10 جلسات، عملت له 6، عملت له 7، طب بعد في 3، ففي يطلع من تحت ايدك اليوم منيح ويرجع مع الوقت يسوق. هذا وضع قانون الانتخاب. اليوم فينا نطلع بنتيجة مقبولة، بس بعدين الناس بعد 40-50 سنة يقولوا لنا شو عملتوا فينا. بالشغل يلي عم نعمله بالايام القليلة الماضية بين قد ايه معنا حق، بانه ما بكفي نقول اتفقنا على 15 دايرة. في 100 قضية مهمة بموضوع النسبية، من عتبة التأهيل للائحة، عتبة التأهيل للمرشح، لطريقة الفرز، للصوت التفضيلي وين بيكون، لطريقة الاحتساب. وبعدين بالقانون الإصلاحات المطلوبة هي أهم المحلات من القانون. أنا من الناس مني مستعد يجي حدا لا من زملائي ولا يلي من ممثلهم بيوم من الأيام يقول لنا شو عملتوا فينا، لأنه هيدا
القانون بده يتسجل علينا وهيدي مسؤولية كتير كبيرة علينا. مشان هيك بتشوفونا بعدنا عم نعاند وعم نقاتل لأنه كل شيء منحققه في تحسين لصوتكم ولفعالية صوتكم ولتأثير صوتكم. ووزع باسيل الأدوار متكلا على المعالجين الفيزيائيين في صحة المواطنين وعلى السياسيين في صحة العلاج السياسي للبلاد، إما أن ينجحوا أو يفشلوا. وأضاف باسيل بعد نجاحه في تحقيق تحسين فاعلية الصوت المسيحي وتأثيره، سينتقل إلى علاجات تهدف إلى تحسين المؤسسات والاقتصاد وغيرها. قانون الانتخابات على طاولة مجلس الوزراء، حل أم أزمة؟ لقاءات واتصالات مكثفة للتوافق على قانون انتخابات في محاولة لتحييد الحكومة عن مطبات الخلافات السياسية داهمتها المهل الضاغطة التي دفعت برئيس الحكومة إلى تعيين جلسة الأربعاء في بعبدة بند جدول أعمالها الأول قانون الانتخاب. أنجز القانون وتبقى عقبتان أساسيتان، الأولى مقاعد الانتشار التي جرى ترحيلها إلى الانتخابات المقبلة، والنقاش يتمحور حول ما إذا ستكون المقاعد الستة من ضمن النواب 128 أم ستضاف إليها، حيث إن رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض قطع هذه المقاعد من عدد النواب الحالي. أما العقبة الثانية فتتعلق بالصوت التفضيلي، ففي حين يطالب التيار الوطني الحر وتيار المستقبل بأن يكون ضمن القضاء، تصر الأحزاب الأخرى على أن يكون ضمن الدائرة الانتخابية، إلا أن هذه العقبات وفق المصادر لن تعرقل ولادة القانون، وفي حال لم تحسم قبل الجلسة فستحسم من خلال تصويت مجلس الوزراء عليها. فالمسألة إذن أصبحت مسألة أيام، كما أكد وزير المال علي حسن خليل في إفطار جمعية كيفون، وهي مسألة لا تحتمل منطقة تشاطر أو تسجيل الانتصارات الوهمية لفريق على آخر. للأسف ما زال البعض في خطابه السياسي، في نقاشه الداخلي حول القانون، يحاول أن يرمي بعضا من العقد أمام الوصول إلى تفاهم حقيقي سلس، ومن غير المسموح ولن نصل إلى الفراغ، لأنه لن يكون فراغا في المجلس النيابي، بل سيكون فراغ على مستوى الدولة ومؤسساتها من الحكومة إلى كل المواقع. وتفيد مصادر مشاركة في اللقاءات بأن طريقة احتساب الفائزين التي كانت جزءا من ضوابط التيار البرتقالي حسمت على شكل ترتيب الصوت التفضيلي عموديا، أما إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات واللوائح المطبوعة سلفا فهي من الإصلاحات المنجزة، غير أن الإصلاحات الأخرى بقيت عالقة لأن النقاش لا يزال في مربعه الأول، كما أن الكوتا النسائية أو اللوائح المختلطة من دون كوتا وتصويت العسكريين والبطاقة الممغنطة لم يصل إليها النقاش، وستطرح على التصويت في مجلس الوزراء. موعد الانتخابات لا يزال مدار بحث، إذ طلب وزير الداخلية مهلة 6 أشهر لمكننة كل الأقلام، غير أن التيار الوطني الحر يستعجل موعد الانتخابات ولا يرى في الفرز اليدوي مشكلة بهدف إجراء الانتخابات في أسرع وقت، أو أن تمكنن مراكز الجمع في الدوائر فقط وليس في كل الأقلام. فهل يحسم القانون في جلسة الأربعاء وسط كل هذه الألغام الإصلاحية، أم تكون بداية أزمة عنوانها الفراغ التشريعي وبالتالي انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من الحكومة؟ رواندا بوخزام، قناة الجديد. المساعي الكويتية لرأب الصدع الخليجي تتواصل، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يؤكد استعداد قطر للتجاوب مع المساعي السامية تعزيزا للأمن والاستقرار. أكدت دولة الكويت حتمية حل الخلاف في الإطار الخليجي وفي نطاق البيت الخليجي الواحد وبالحوار بين الأشقاء. وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إن بلاده تقدر عاليا للدول كافة التي أجمعت على دعم جهود دولة الكويت، مشددا على أن دولة الكويت لن تتخلى عن مساعيها وستواصل جهودها الخيرة في سبيل رأب الصدع وإيجاد حل يحقق المعالجة الجذرية لأسباب الخلاف والتوتر في العلاقات الأخوية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير الخارجية
أمله بأن تحقق مساعي الأمير الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التوافق لتهدئة الموقف ومعالجة جذرية لأسباب الخلاف والتوتر في العلاقات الأخوية، مؤكدا استعداد قطر لتفهم حقيقة هواجس ومشاغل أشقائهم والتجاوب مع المساعي السامية تعزيزا للأمن والاستقرار. وفي ظل هذه الأجواء يبدو أن وساطة أمير الكويت لرأب الصدع الخليجي لم تفشل، وهي تمثل الحل الوحيد. ويرى بعض المتابعين للملف الخليجي أن كلام وزير الخارجية هو بداية الحلول، وأنه حتى لو لم يصل إلى عقد مصالحة حقيقية فإنه بالحد الأدنى خلق أجواء حالت دون ازدياد الأمور تعقيدا وتدهورا. في شق آخر، أعلنت وكالة فارس للأنباء الإيرانية أن طهران أرسلت 4 طائرات شحن محملة بالأغذية إلى قطر، وأنها تخطط لتزويدها 100 طن من الفواكه والخضر يوميا. فيما قالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحث جهود محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون. وذكرت الوكالة أنه جرى في خلال الاتصال استعراض جهود مكافحة تمويل المنظمات الإرهابية سعيا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. مختار موقف الفان رقم 4 يفرض الخوات. منذ بضعة أيام تفاجأ ركاب الفان رقم 4 الذي يقلهم من حي السلم إلى الحمرة بشبان في منطقة مرم خايل يأمرونهم بالنزول من الفان ومنع صاحبه من متابعة مساره بسبب عدم دفعه مبلغ 10,000 ليرة لبنانية كخوة تفرض على كل فان يعمل على هذا الخط غير آبهين لدموع صاحبه. طلعت الفان رقم 4 من ضاحية عبيروت. لما وصلت على فيس مرم خايل قربوا الشباب لعند الشوفير ونزلوا الركاب. تبين بعدين انه في نوع من المصاري او القوة لازم يدفعوها لانه صار الشوفير يتجاههم. قصة الخوات التي تفرض على اصحاب هذه الفانات تلخص بالتالي: يسيطر على موقف الفان رقم 4 المدعو حاء زين الملقب بالمختار مع أولاده وأبناء أخيه ويفرض مبلغا على الفانات. تدفع اشتراك موقف وفي اليوم تدفع 10,000. اشتراك موقف؟ $100 بالشهر؟ 10,000. طب عفوا مين بياخذوا المصاري؟ نقابة ولا الدولة ولا مين؟ في نقابة في دولة. طب إذا أجا واحد هلا مثلا دور فان وراح ونزل ولف رقم 4؟ إيه شو بيعملوا؟ يعني هو بعمل شو مسجل؟ إيه هيك. وللتأكد من دفع المبلغ يتواجد شبان تابعون للمختار في منطقة كنيسة مرم خايل ويطالبون كل فان بإبراز إيصال يثبت دفعهم المبلغ تحت أعين القوى الأمنية، والمتخلف عن الدفع يتم إنزال ركابه بطريقة ميليشيوية ومنعه من إكمال سيره. وبترخيص من بلدية المريجي يحق لنقابة سائقي السيارات العمومية بموقف ميني باص عدد 2 فقط، بينما عدد الفانات العاملة هو أكثر من 40، بشرط المحافظة على النظام العام واحترام أنظمة السير، وهذا ما يفتقده عدد من سائقي هذه الفانات. في ظل غياب وسائل النقل المشترك وتقاعس الدولة عما يجري، يجد المتسلطون على هذا الموقف أنفسهم متربعين على عرش منطقة يصح تسميتها حارة كلمين إيدو إلو. بعد الإعلان سهر الليالي وما نال العلا. أهلا بكم من جديد. ترك ألمانيا لكي يعود إلى وطنه، لكنه منع من تقديم الامتحانات الرسمية، وذنبه أنه تأخر ربع ساعة. هو أمير سعدو الذي ضج خبر منعه من دخول قاعة الامتحانات الرسمية في البروفي مواقع التواصل الاجتماعي، ذنبه أنه لم يستطع أن يستيقظ باكرا بعدما سهر طوال الليل يدرس استعدادا لامتحانات اليوم التالي. كنت عم راجع أنا طول الليل حتى أخاف ادتني الغفوة وفات الساعة 8:30، جيت متأخر عنا على الامتحان وما خلوني أكمل. المهم تاني يوم قد لعمل الدورة حتى أخذ بس فكرة عشان الدورة التانية، بس لما وصلنا على البوابة شفنا المراقب العام سألني أنا ليش هون،
قال لي مفروض انه ما كنت موجود لانه انا ساقط. قلت له نزلنا امبارح على الثانويه قالوا لنا لازم نكمل بس انا ما اعتبر ساقط. اجى المراقب العام قام قال لي ممنوع فيني كمل. قال اتصل بالطائره وقال لهم قالوا له انه ممنوع ما فيني كمل. والدة أمير سلمت للقدر إلا أنها أرادت إيصال قضية ابنها إلى العلن فاجتمعت بمحافظ الشمال القاضي رمزي نهرة. بوعى بكير يعني وكل شيء بس صارت أنا بعتبرها قضاء وقدر كأنه حد عمل حادث يعني. يعني هيدي الغفوة بعدها قضاء وقدر. تعاطف معنا المحافظ وراح يعمل يفتح تحقيق والأربعة راح يستدعي المراقب العام ومديرة المنطقة التربوية. وانت شو بتطلبي منه للمحافظ يعني شو يكون القرار تبعه؟ انه يعملوا له امتحان استثنائي لابني عشان يكون عنده امتحانين ما يروح على شيء. في نظام الامتحانات الرسمية علامة الصفر في أي مادة تلغي تلقائيا المواد الأخرى، ما يعني الرسوبة في المواد كافة. هي القصة مثل ما عم تقولي صح، ولكن هي رمزيتها انه انسانيا كانوا يتعاطفوا معه ويعملوا له أي طريقة، مثل ما اليوم سعادة المحافظ الشمالي رمزي نهرة أو بقية الناس تعاطفوا معه ودعا لتحقيق وبده يحققوا بالموضوع. اليوم بدنا نساعد هالناس، هو لو إله واسطة بعتقد ما كان وصلنا لهون. قبل نحو 8 سنوات عاد أمير ووالدته وشقيقته من ألمانيا بعدما فقد والده. عاد حتى يكبر في وطنه، لكنه لم يتوقع أن يرسب في غمضة عين، فقرر التحدي واضعا النجاح نصب عينيه. لما بقدم تاني الدورة هفاجئ للمراقب العام قداح قدام تحسن. جوال الحاج موسى، قناة الجديد. في زمن سطوة المسلسلات والمقاهي في رمضان، خيام الخير في بيروت تعيد المعنى الحقيقي للشهر المبارك. لم يعد خافيا أن شهر رمضان فقد شيئا من معناه الحقيقي، فشهر الخير والإيمان تحول لدى كثيرين إلى شهر ترفيهي أقله أمام شاشة التلفاز. في أواخر التسعينيات ولما بدأت تظهر الخيام الرمضانية التجارية المعروفة ببرامجها الفنية وحفلاتها الموسيقية، كانت خيام من نوع آخر تبصر النور، هي خيام الخير، والهدف تقديم إفطار لمحتاج. هيدي الخضرة بتجي من المتبرعين، بتجي من الناس، واحد عنده مزرعة بيتبرع لنا بخضرة طازة، إذا ما عنده مزرعة بيشتري، إذا شيء ناقص كمان بكفي، بيتبرعوا بمواد عينية يعني بحاجة للحمة، بالأكل وبالتنظيف وبالطبخ، كله تطوع. هيدي حبيبنا، نحن منجيب بيجينا كميات زيادة، منأمن للعيال يلي ما بنقدر نوصل لها الأكل المطبوخ، بنعمل لهم باكج موني لحتى هن يتصرفوا. يعني منتأكد على طول انه عم نجيب المصادر تبع المأكولات، هي مصادر مرتبة اولى بالجودة، نحن على طول ما منقرب صوبة يعني ابدا، منحترم انه لازم هالمأكولات اللي عم تجي لعنا بالاساس تكون نوعية جيدة. متطوعون من كل حدب وصوب يحضرون يوميا الى هذا المطبخ للمشاركة في اعداد افطارات لمئات الاشخاص، من بينهم أكثر من 200 سجين في سجن رومية. شو طبخة اليوم؟ رز بلحم ومغمور. شو بعد فيه؟ فتوش. أنت حضرتك متطوعة هون؟ إيه، هيدا أول يوم لإلي جيت. أنا كمان من المتطوعين، مهنتي الأساسية طول السنة إلا 11 شهر مهندسة كمبيوتر واتصالات معي PhD، بس برمضان شف وإلي الشرف كون شف خيام الخير. هي بارقة أمل في زمن سطوة الدراما التلفزيونية على واقع الشهر الكريم، وفي بلد لا سقف فيه للفقر والتشرد، حتى باتت خيمة الخير حاجة مزمنة لا تقتصر على شهر رمضان المبارك. نعيم برجاوي، قناة الجديد. بلدية نبطية تبدأ بالخدمات التي تعني المواطنين مع بداية شهر رمضان. تعهدت بلدية النبطي منذ أشهر مولدات الكهرباء ودخلت في المنافسة مع أصحاب المولدات الخاصة، ومع بداية شهر رمضان خفضت الأسعار لتكون مجانية في بعض الحالات. منطلق البلدية بالتعامل والتعاطي مع هذا النوع من المشاريع المعيشية منطلق غير ربحي ولا يبتغي الربح، فنحن عمليا فتنا بتسعيرة بعد دراسة الكلفة
وصلنا بشهر رمضان للخمسين ألف على 5 أمبير واثنان ونص بلاش بدون مقابل. ونحن فاتحين موضوع العداد إلى أقصى الحدود، يعني الناس اللي بدها عداد فينا نركب لها العداد وبتسعيرة الوزارة اللي عم تصدر. عدا مشروع المولدات، افتتحت البلدية سوق الخضار والفاكهة في المدينة لتبيعها بأسعار الكلفة كمبادرة للجم تضخم الأسعار المعتاد مع بداية كل رمضان. مشروع خصوصا بشهر رمضان هو توفير الخضار والفاكهة للناس بأسعار تقريبا أسعار الكلفة، وهيدا عمل كمان جو إيجابي جدا. نحن سوق الخضار منشأة مشكورة اليو ان دي بي مع وزارة الزراعة مع الصندوق اللبناني للنهوض، يعني نحن فتحناه من فترة وهو أعد لخدمة الناس وخدمة المزارعين، فنحن عم نستخدمه بكامل طاقته. الإقبال جيد إلى جيد جدا، يعني أحيانا بيوصل لمرحلة بصير في عنا عجقة، يعني ازدحام بالموضوع، يعني بحيث أنه ما عادش بنقدر نلحق إن على الصندوق نحاسب. يعني خطوات إيجابية نقلت العمل البلدي من تعبيد الطرقات وبناء جدران إلى خدمات تريح جيوب المواطنين وتسهل حياتهم اليومية. هادي الأمين، قناة الجديد. العمامة التي كان يرتديها الرسول محمد ليلة الإسراء والمعراج ومقتنيات أخرى خاصة به في طرابلس. اكتملت أجنحة معرض الآثار النبوية المباركة حول العالم في عاصمة الشمال طرابلس بعدما جرى تصوير الآثار النبوية والمقتنيات العائدة إلى آل البيت المحفوظة في جامع بادشاه الكبير في مدينة لاهور الباكستانية. المعرض بيضم أكثر من 250 لوحة مقسمة على عدد من الأجنحة، أهمهم الجناح الخاص بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم واللي فيه معروضات بتعود له من مقتنيات مثل عمامة الشريفة، البردة الشريفة، أو عدد من حتى المشالح التي كان يرتديها والشعرات النبوية وأيضا حذائه ونعاله المباركة، إضافة إلى أثار تعود لعدد من الأنبياء كالنبي عيسى المسيح والسيدة مريم العذراء، فضلا إلى أثار الصحابة وآل البيت الكرام ومن بينها مثلا عمامة الإمام سيدنا علي رضي الله عنه. إضافة إلى الصور سيشمل أيضا عرض عدد من المقتنيات الأصلية منها شعرة الرسول صلى الله عليه وسلم المهداة إلى أهالي طرابلس التي ستتواجد ليتبارك بها الناس يوميا في هذا المعرض لمدة محددة. الاستعدادات جارية لافتتاح المعرض الذي سيتحول إلى قبلة سياحية. المعرض طبعا لإعداده استغرق سنة كاملة، وتجولنا بين عدد من البلدان بين لبنان وفلسطين وسوريا ومصر والمملكة السعودية وصولا إلى تركيا وحتى وصولا إلى باكستان وبلاد الهند. لبنان وطرابلس على موعد مع افتتاح المعرض يوم الأربعاء المقبل والذي يستمر أسبوعا في بادرة لإنماء عاصمة الشمال. جوال الحجموسة، قناة الجديد. سيف الإسلام القذافي حرا ومكانه غير معروف. سيف الإسلام القذافي حر طلق، خبر أرفق بفيديو قيل أنه للرجل بعد تحريره. نجل الزعيم الليبي معمر القذافي البالغ من العمر 44 عاما كان محتجزا في مدينة الزنتان غربي ليبيا منذ نوفمبر عام 2011. توجد بحقه مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الأشهر الثمانية لثورة 2011 في ليبيا، وتتنازع السلطات الليبية والمحكمة الجنائية الدولية صلاحية محاكمته. سيف الإسلام معمر القذافي حكم على سيف الإسلام بالإعدام في محكمة في طرابلس لدوره في قمع الربيع الليبي. وقد قالت جماعة أبو بكر الصديق في بيان نشرته على صفحتها أنها أطلقت سراح سيف الإسلام بناء على طلب من الحكومة الانتقالية التي تتخذ من شرقي ليبيا مقرا لها والتي طرحت العفو عنه في وقت سابق. وقد أكد محامي القذافي خالد الزيدي إطلاق سراح موكله في بلدة الزنتان بموجب قانون عفو أقره برلمان شرق ليبيا. وأضاف المحامي أن سيف توجه إلى مدينة أخرى في ليبيا لم يذكرها لاعتبارات أمنية. كريستينا خطفها داعش عندما كانت في الثالثة من عمرها واليوم تعود إلى أهلها. وعادت كريستينا إلى حضن أهلها بعد 3 سنوات من خطفها على يد تنظيم داعش خلال اجتياحه سهل نينوى عام 2014.
كريستينا التي عثر عليها لدى عائلة في الموصل تواجه اليوم صعوبة في التعرف على والديها. هسه يعني هي ما تعرف، ما كانت تعرف، هذا أول يوم يعني تقريبا، بس نحن نحاول أنه نتعودها على أنه تعرفنا، تعرف منو أمها منو أبوها. أكيد يعني نحن نستمر أنه تتعرف علينا، فمتأكدة من الأيام أنه هي راح تحس أنه إحنا يعني أهلها الحقيقيين. والله أحد من أصدقاء ابني خبره وقال له أختك موجودة في فلان مكان، ورحنا بصفحة المطعم الموصل المنطقة ملوثة حي التنك وخبرناه، قلت له في مكان، قال بفلان مطعم واقفين بصفحة، رحنا عليه وشبنا. وكانت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي قد أطلقت للتعرف على ذوي كريستينا التي تختصر حكاية عشرات الأشخاص من سهل نينوى ما زالوا مفقودين وأسرى لدى تنظيم داعش. بعد أقفال مكاتب الاقتراع للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، أظهرت النتائج الأولية تقدم حركة الجمهورية إلى الأمام التي يرأسها الرئيس إيمانويل ماكرون، وتتوجه نحو الحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان. توجه الناخبون الفرنسيون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي تجري كل 5 سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ. Je rentrerai pas dans les détails d'avoir une majorité absolue ou quelque chose comme ça, mais oui, qu'on voit les résultats des projets qui nous a montré de ces réformes. On a travaillé toute notre vie pendant 45 ans, on a payé des crédits et maintenant on voudrait nous retaxer. Là, je suis pas d'accord. هذه الانتخابات تأتي بعد أسابيع على انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يأمل بالحصول على أغلبية برلمانية واسعة لتمرير إصلاحاته. 573 monsieur Macron Emmanuel. ويجري الاقتراع وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ حشد له نحو 50,000 شرطي لضمان أمن الاقتراع في فرنسا التي تواجه منذ عام 2015 سلسلة اعتداءات إرهابية. يتنافس في هذه الانتخابات 7877 مرشحا على 577 مقعدا، ويذكر أن 42% من المرشحين هم نساء، وإذا لم يتجاوز أي من المرشحين نسبة 50% في الدورة الأولى يتأهل أول 2 تلقائيا إلى الدورة الثانية، وفي الدورة الثانية ينتخب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات أيا كانت نسبة المشاركة. بعد الفاصل انفجار مسرحي. أهلا بكم من جديد. ابنة الأشهر الثمانية في حاجة إلى مساعدتكم، شوفوا بقلبكم زينب. خلقت اجره قصيره، اجر اطول من اجر، صار عمرها 7 أشهر هلا، واذا ما عمل لها عمليه بتبطل تمشي منها. قالوا لنا الحكمه هيك، بدها من هلا متابعه وعلاج وزرعه عظم وجهاز. نحن ما الجا منا قدرانين نعملها الفحوصات او نعملها صوره بتكلف 30,000. وضعنا عقدنا وبيتنا مثل ما شايفين وضعنا. طلع كبر هالك البيت، هيدي حريمه ما لها حدا، وبيها مري يعني بالنهايه ما عندها اخ كمان يحملها، ما عندها حدا. اذا ما صار لي حدا ساعدني فيها بدي روح اقعد على باب الجامعه واشحن، ما خليها هيك. انا بتمنى من كل واحد عم بيحضر زينب وشوفها يعتبرها اخته او بنته وساعدها، ما لها غير الله وانتو.
الأخبار الفنية في تقرير لعمر خداش. سعيدة. إنتاج مسرح جديد للمخرج عصام بو خالد بيتناول بطريقته الخاصة فيها قضية العمليات الانتحارية وصداها بمجتمعنا الكارنيفوريس أو أكل لحوم، وهو الاسم يلي أطلقه على المسرحية. عائلة مستقرة مؤلفة من زوجين وابن فجأة بتكتشف أنه ابنها فجر حاله بملهى ليلة ليفجر معه كل التناقضات بعلاقتهم وحياتهم وأراء الناس على السوشيال ميديا وأساليب التحقيق. حتى العرض الأول لمسرحية كارنيفوريس من تمثيل برنادات حداب وسعيد سرحان إلى جانب عصام بو خالد عرضت بمسرح دوار الشمس في اختتام مهرجان ربيع بيروت. أولية تشير إلى أن الانفجار استهدف ملهى ليليا نفذه انتحاري مزمن بحزام ناسف. عجب طالع انفجار. الله يحفظك. بس ما حاطين وين؟ مش معقولين الناس لح يحطوا تعليقات فظيعين. مع كامل احترامي يلي عم يسكر ما فينا نعتبره شهيد. هاشتاج مش كل قتيل شهيد. انفجار ولا صرنا بنزاع على الأمة يا رجل. كارنيفوروس في عندك نبات بياخد العقل، شكله بجنن قد محله مفترس. ونحن أنا برأيي صاير مجتمعاتنا الصورة تبعها بتجنن، بس هي كارنيفوروس لقلنا ولأحلامنا ولكل شيء. عندك أنا نحن قصد فت بهذا الجو، نحن أنت عم بتفوت على تفجير انتحاري. الناس تنسى التفجير بعد 5 دقايق وتنزل سلخ ببعضها. المسرحية بتشبه واقعنا، بتشبه حياتنا اليومية، بتشبه الظروف اللي عم نمرق فيها. قد ما ظروفنا الاجتماعية والحياتية صعبة، المسرحية صعبة. لا مش عارف. شو مش عادي؟ ما هي هيك عادي. شو بدها يعني؟ كيف بدها تكون؟ ما بتجي صارت الله اكبر بوم. شو بدها تكون؟ والله انه ضروري يكون يعني مسلم اللي انفجر حاله. ما هي معبر لك ما صارت هيك. شو بدك اياه؟ بسم الله الرحمن الرحيم والروح القدس اله واحد امين. بوم مثلا الله اكبر بوم. مع هيدي المسرحيه المميزه مشاهدينا تكون وصلت نشره فن الخبر لنهايتها. بنشوفكم، باي باي. واخبار من مواقع التواصل الاجتماعي مع سارات صالحه. مرحبا. من خصوصيات لبنان هاشتاغ نشط على تويتر، أطلق جد شحرور من خلال تويت تذكر في تمديد مجلس النواب ومصادرة حق الانتخاب. تويت كان كفيل بإشعار شهية المغردين على مجموعة خصوصيات أخرى جعلت من الهاشتاغ توب تريندين خلال 24 ساعة الماضية. ومن ضمن الخصوصيات يلي تم التغريد فيها منذكر تويت زياد عيتاني: سهلنا والجبل، سهلنا مطمر والجبل كسارات. أحمد رمضان وضع صورة لشلال بالناروج مع تعليق: لو كان هالشلال عنا كان استملك حدا وصار تدخلية على 100 دولار وأنينة المي 10 دولار. وديع الأسمر قال من خصوصيات لبنان أن السياسي يلي بقضوها واسطة لخدمة الزعران بيروحوا بيعزوا بضحايا الزعران وبيزيدوا عأهلهم. علي اسماعيل اعتبر إحدى خصوصيات لبنان أنه المجرم ما بيقعد أكثر من 10 دقايق بالحبس. أما نحن فحنخبركن عن خصوصية فريدة من نوعها بيتمتع فيها الطلاب بلبنان خاصة بموسم الامتحانات، مع صورة لورقة امتحان أحد الطلاب تم تداولها بعد ما نشر أستاذ المادة على الفيسبوك ورقة الامتحان مع تعليق الطالب: بعرفهم بس والله تعبان. تعليق الفريد أثار عاطفة الأستاذ يلي أعطى الطالب بناء على طلب المتابعين 3.5 علامات كخطوة تربوية تشجيعية ليبطل هالطالب تعبين. ومنختم مع خصوصية فنية بلبنان شفناها بفيديو الدبكة يلي عرضته بنشرة سابقة ويلي سبب غيرة لصبايا جربوا يفوتوا بهالتحدي عقد ما فيهم. ليرجع ينتشر فيديو جديد رفع سقف تحدي الدبكة حرفيا للسقف. يعني ما بعرف إذا التحدي وصل على سقفه أو رح نشوف فيديو جديد قريبا. من هلأ لوقتها بدي ودعكم وأتمنى لكم بداية أسبوع جيدة. لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر إنستغرام وسناب شات. وما تنسوا تتاج اند هاشتاج ترينز حتى نقدر نتبع أخباركم ونقولها بنشرات لاحقة. باي. كان في النشرة الحريري من شتورة: أنا أغنى سياسي في لبنان. أنا سعد رفيق الحريري أغنى سياسي بلبنان، لأنه أنتوا أهلي وأنتوا ربعي
وانتو عشيرتي. الفان رقم 4 مرهون لخوات المختار. بدفع اشتراك موقف وكل اليوم بدفع 10 دولار. اشتراك موقف 100 دولار. في ذكرى مجزرة إهدن، فرنجية سامحة سياسياً ودينياً. اللي عم يجربوا يلغونا كتير صغار، بقى ما تقتلهم، ما تقتلهم. الوساطة الكويتية سارية المثل. ختام النشرة، شكراً للمتابعة وتصبحون على خير.